كشف التقرير البيئي اللي عدته لجنة مشتركة من باحثي جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر وإدارة البيئة بسفاجة بالإضافة لمركز مكافحة التلوث البترولي إن سفينة مجهولة وراء حدوث التلوث البترولي بمنطقة المد والجزر بشواطئ منطقة الكيلو 10 جنوب مدينة سفاجة بالبحر الأحمر. التقرير أوضح كمان إن مساحة التلوث بيصل طولها ل 300 متر وعرضها ل 15 متر. كذلك أضاف إن العوامل الجوية أدت لتبخر جزء كبير من هذا التلوث، وتم اختيار ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهدى المغربي رئيس مدينة سفاجة بالتقرير، ومن المقرر إعداد تقرير فني عن الأضرار اللي لحقت بالبيئة الشاطئية بسبب التلوث البترولي. طيب، لتفاصيل أكتر بينضم لنا مراسلنا إبراهيم الشاذلي للحديث عن مستجدات التقرير بعد وقع التلوث المياه جنوب مدينة سفاجة بالبحر الأحمر. طبعا برحب بيك إبراهيم، وعايزين نعرف منك طبعا آخر المستجدات وآخر التفاصيل، سيما إن إحنا بنقول إن البخر طبعا ساهم في يعني حلحلة الأزمة بشكل كبير حتى الآن. أهلا بيك هشام. القصة التلوث الزيتي بدأت ببلاغ تلقته غرفة عمليات جمعية الإنقاذ الغوص والبحري، تلقتها من أحد الأجانب المقيمين على الساحل بمنطقة التلوث اللي هي في سفاجة. سائحة كانت موجودة صورت وبعتت للجمعية، الجمعية بدورها بلغت جميع الجهات المعنية، انتقلت على طول الجهات المعنية من خلال لجنة شكلها محافظ البحر الأحمر بتضم جهات شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث، راحوا للمنطقة وتبين ان الحجم التلوث بالمساحة 300 متر تقريبا، والمساحة دي بتقل يعني مع الوقت، لان تبين ان التلوث الزيتي زيت خفيف ناتج عن 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 شحوم طلع من شحوم زيت خارج من مركب، والمركب صرفه في البحر، وكانت النتيجة ان هو انتشر بالشكل اللي كان. لكن الموقف لغاية دلوقتي مطمئن، لان اغلب الزيت تبخر، ولكن المنطقة اللي تم رصدها تم تحديدها، وبدأت اعداد التقرير اللجنة المشكلة ورفعتها لوزيرة البيئة اللي هي بدورها وجهت بالتحري عشان يعرفوا مين مصدر التلوث. طب قولي يا ابراهيم، في الاحوال اللي شبه كده ازاي بيتم التعامل مع هذه الازمات بشكل عام، ومدى تأثيرها طبعا على البيئة وعلى الحركة السياحية؟ دايما التلوث البترولي او التلوث الزيتي مهم جدا ان اي جهة سرعة البلاغ، لان سرعة البلاغ بتفيد في التحرك السريع واحكام السيطرة بسرعة. محافظة البحر الاحمر عندها مركز مكافحة التلوث ومحميات البحر الأحمر بيقوموا بتشكيل غرفة عمليات بسرعة، بيحاولوا باستخدام معدات معينة بيحاولوا لو في أي زيت موجود بيحصروا بيه الزيت، فسرعة البلاغ بتلحق إن أنت من خلال التحركات السريعة بيسيطروا على الزيت، وإن هو ما ينتشرش في أماكن أكتر أو يروح لأماكن مختلفة، وبيتم شفته وسحبه، وإذا كان الزيت ده بيستخدمه شركة البترول، لو مش بيستخدم بيصرف يعني في الأماكن. طيب إحنا دلوقتي بنعرض طبعا لقطات لهذا المشهد من التلوث، ولكن إبراهيم، هل مثلا صدرت أي معلومات أو بيانات بتفيد أن خلال مثلا عدد معين من الأيام حننتهي تماما من هذا التلوث اللي حصل ولا لا؟ هو حتى الآن لم تصدر وزارة البيئة بيان بهذا الشأن، ولكن توقعات الخبراء البيئيين إن مع البخر ودرجة الحرارة الزيت اللي موجود ده هيتبخر، اللي موجود في المنطقة المحددة هو تم تحجيمه يعني. طيب أنا بشكرك جدا إبراهيم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى يعني معلوماتك القيمة حوالين وقعة التلوث دي. إبراهيم الشاذلي طبعا مراسلنا، كنت معنا على الهواء مباشرة، بشكرك شكرا جزيلا.